وفي رواية أخرى السعودية تمنع الفلسطينيين حملة وثائق السفر المؤقتة من الحج والعمرة. في حد عنده تعليق؟ دولة إسرائيل على ما نعرفه عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء فرضهم. أما إحدى الدول كما علمنا أو بلغنا بأنها منعت حجاج بيت الله، وهذه اعتبرها يعني سقطة كبيرة جدا جدا لمن قام بهذا التصرف. مين قصدك؟ السعودية؟ حلقة جديدة. قبل ما نبدأ، إذا عجبتكم هاي الحلقة ما تنسوا تدعمونا بلايك وتكتبوا لنا تعليق حلو وتنشروا الحلقة بين أصحابكم. وإذا ما عجبتكم الحلقة حطوا لنا ديسلايك وفوتوا سبوا علينا عادي، ونادوا أصحابكم يسبوا علينا عادي، واشتركوا بالقناة. النيابة العامة في السعودية طالبت بإعدام 5 ناشطات وناشطين سلميين بعد احتجازهم لمدة سنتين، والتهم الموجهة إليهم هي محكمة. التهم هي المشاركة في المسيرات والتظاهرات في منطقة القطيف، التحريض على التظاهر، ترداد عبارات مناوئة للدولة، محاولة التأثير في الرأي العام وضد السلطة، تصوير المسيرات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات. أهم محكمة. في حدا غير ملاحظ انه هاي التهم ما بتستاهل اعدام ولا حتى سجن؟ انه لا، شو الاعدام؟ كبيرهم عملوا لهم بلوك على الفيسبوك، وقفوهم على الزاويه ويرفعوا رجلهم، حرموها من المصروف، ولا حرموها من الطلعه. مرات بسال حالي ليش بتحاربوا داعش؟ ما انتوا زي داعش. اي حدا بيختلف معكم اعدام 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 اعدام، ولا ليكون بتحاربوا داعش خوفا من المنافسه. على اساس انهم يعني بحاربوا داعش، بحاربوا، فهمت؟ هلا فهمت. حلوة خالدي. خالدي تعرف هذا الشخص اللي بس ينزل صورة على الفيسبوك بيبعت لك رسالة على الخاص وببلش يترجى فيك، مشان الله عمل لي لايك، مشان الرب عمل لي لايك، بحياة امك عمل لي لايك، بتعرفه؟ بعرفه، بس ليه؟ ايش فيه؟ ما فيش اشي، بس هيك خطر ببالي سؤال. شوفوا، عشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة وعشان خاطر اهلكم تطلعوا تستقبلوا الرئيس. فبكرة شغل 3:30، 3:30 الاوتوبيسات ببلاش، تروحوا تغيروا جو وتشوفوا نيويورك بدل نيوجيرسي، وهنجيب لكم حاجة ساعة، وهتجيب سندوتش وسندوتشات وعصير. لكل مواطن بروح بستقبل عبد الفتاح السيسي. ملحي. حلو انك تشتغل عشان تبين انه رئيسك عنده شعبية، وكتير ناس بيعملوا هيك على فكرة، بس بيعملوش هيك بالعلن. يبعتوا لهم SMS، افتحوا لهم جروب خاص على الفيسبوك، افتحوا لهم جروب خاص على الواتساب، بس مش علن. عشان انا المواطن البسيط محدود الدخل مغسول الدماغ لما اشوف السيسي حوالي ناس احكي ما شاء الله شو له شعبية، واو شو محبوب، واو. اما هلا انا عارف انه انتوا اللي بعتينهم، حتى لو بيجي ناس جد راح افكر انتوا اللي بعتينهم لانك عملت الاشي على العلن. عمو ابونا ركز، كيريا ليسون. بس يلا يا سيدي، اللي صار صار، شو بدنا نعمل؟ خلص الموضوع انفضح، ما في طريقة نحل الموضوع. خلينا بالمهم، أكم من شخص بدك عمو الأبونا يروح يستقبل السيسي؟ احنا عايزين اتوبيسين بكرة بس، كفاية. اتوبيسين حلوين، اتوبيسين حلوين بشوية لافتات، ربنا يبارك فيهم. لما يتصوروا الاتوبيسين يبقى كانهم 10 اتوبيسين. ولهذا السبب أحبتي بالعادة بنحكي لرجال الدين، خليكم بالدين وتحكوش بمواضيع تانية بتفهموش فيها. انت مين قالك انه بالمونتاج بقدر اخلي بصين 10 بساط؟ مين يفهمك؟ مين ضحك عليك؟ رسالة للسيسي، رسالة للسيسي، العم والأبونا رح يضحك عليك. أكرر، العم والأبونا رح يضحك عليك، رح يطلع بصين ورح يحكي لك انه طلع 10. يا سيسي يا سيسي يا سيسي. طيب يعني نعمل ايه؟ احكوا عن فوائد السيسي الحقيقية، هذا الاشي بيزيد شعبيته بدون هاي الحركات. ازاي؟ ماشي ماشي، مش عارف انتو شو حتساووا بدون السليط. هذا التقرير هدية منا الكم، تفضل. 7 فوائد للسيسي لو علمتها لأصبحت من أكبر عشاقه. يقي الأسنان من التسوس لاحتوائه على مادة الفلورايد. يقي من السرطانات الباطنية بمختلف أنواعها كسرطان الكبد. يعالج الضعف الجنسي لدى الرجال ويزيد من عدد الحيوانات المنوية. بتموتوا في الكلام ده. يقوي العظام لأنه غني بالمغنيسيوم والمنغنيز.
يعالج مشاكل الهضم عند المرأة الحامل ويقي الأم وجنينها من الأنيميا. أغلى كيس بلح في العالم. يعالج من العشى الليلي وذلك عبر أكله أو وضع أوراقه حول العينين. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ البلح السيسي صحة وفرح. شو كيف الشغل؟ جامد. ادي له حاجة ساقعة وادي له ادي ادي له ادي ادي له ادي له. صرح الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس انه جاهز للتفاوض مع اسرائيل سرا وعلانية. انت مش حاسس انه فات الاوان على كلمة سرا؟ ما هو اللي بيحكي مع اسرائيل سرا بيحكيش انه بيحكي مع اسرائيل سرا لانه ببطل سرا، واللي بيحكي انه مستعد يحكي مع اسرائيل سرا فيش داعي لكلمة سرا، ما هو اعلن وبطل. تفهم علي مش فاهم علي؟ ما اتوقع فاهم، لو فاهم ما بتطلع بهيك تصريح. يعني يا محمود عباس اذا ناوي تتفاوض سرا مع اسرائيل تحكيش خطتك على العلن. انت عامل بالضبط زي اللي بده يطلع مع مرته بدون ما يعرف ابوها لانه اشتاق لايام الشقاوي ايام ال... الرئيس الامريكي دونالد ترامب امر جد؟ هذا انا ما بشوفه حلو. الرئيس الامريكي دونالد ترامب امر الحكومات العربيه انهم يخفضوا سعر النفط. كيف يعني يامركم؟ كيف يعني امر؟ مين دونالد ترامب يامرنا؟ انتوا مستقلين؟ انتوا الدول المستقله ما بصير فيها هيك، الحكومات المستقله لا تاخذ اوامرها من حكومات خارجيه. انتوا عارفين شو يعني استقلال حقيقي؟ عارفين شو يعني استقلال حقيقي؟ الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الحقيقي هو ال... يا اخوان حدا ساعدني. والذكرى السنوية 70 لأسس الحكومة الكورية الجنوبية قال إن الاستقلال الحقيقي الذي تشهده كوريا ختام الموجز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. الله يسامحك احكي أي كلام، ما بصير تنهي الحلقة هيك تعمل حركة مش عارفة. ألفي ألفي عادل وأنا مكانك بألف. مثلا احكي الاستقلال الحقيقي بيعيش يا حبيبي، أو مثلا احكي الاستقلال الحقيقي هو إحلال السلام وإنشاء المجتمع الاقتصادي الموحد. احكي كور يا ستي. مثلا احكي الاستقلال الحقيقي هو ونيا 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 ونيا. ما حد رح يدقق وراكي، السبعة اللي بيحضروكي بيحكوش كوري. هو صحيح تايكو شو حكى الرئيس الكوري؟ Oh my god انا يابانيه يابانيه. احنا وين كنا؟ عن شو كنا بنحكي؟ نفط. اها على سيره النفط، الحكومه السوريه قررت تضيف اللون البنفسجي على البنزين كي تحارب وتكافح التهريب. فكره جميله، فكره جميله وخلاقه، ولازم الانسان دائما يكافح ويحارب المهربين والتهريب. لكن في معلومه صغيره بدي احكي لكم اياها، حكيتها من قبل للعم والأبونا. تحكوش خططكم على العلن. أكرر، تحكوش خططكم على العلن. المهربين والمهربات عندهم فيسبوك زينا. المهربين والمهربات بيقرأوا أخبار. شو عم تعمل؟ طالع تهريب على أوروبا. تحكيش إنك رايح تهريب على أوروبا على العلن. خلدي خلدي تعال تعال، بدي احذرك حزيرة. بحب الحزيرة. شو هو الحيوان اللي بيعيش في البحر وبيبدا اسمه بحرف الباء؟ بطريق. لا البطريق بيعيش باليابسة مش في البحر، بيسبح كتير بس بيعيش في اليابسة. حيوان بيعيش في البحر وبيبدا اسمه بحرف الباء. مش عارف ايش. البقرة. عم نتمرن ببحر كله بقر ميت. طلعوا بقر الميت. أعتقد يعني وأجزم هاي العوامل اللي بتسبب انتشار الأمراض مش اللاجئين السوريين. طب دوري 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 دوري، أنا بدي أحكي لك نكتة. نكتة؟ احكي لي نكتة. في طيارة فيها 150 شخص نزلوا منها. ليش؟ ليش؟ مشان الرئيس اللبناني ميشيل عون بده يستخدمها لينقل وفد إعلامي كبير يرافقه على نيويورك. والآن كما عودناكم ألا نعودكم دائما أترككم مع حزورة فيديو الأسبوع. من هو الشاعر الذي قال هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد؟ هلا هذا جناه أبي علي بعرف مين حكاها، بس مين حكى هذا جناه أبي علي ما بعرف. أنت حكيتيها أنت. سؤال هو يمكن شوي صعب بالنسبة لشاب صغير بعمرك لكن هنساعدك. لا السؤال مش صعب، السؤال غلط. مين فينا ما بيغلط؟ كلنا بنغلط. طب غلطت عادي مش آخر الدنيا. يلا أعطينا الخيارات. هل هو الجواب الجواب أبو تمام أم الجواب أبو فارس الحمداني؟
أبو فارس؟ مين أبو فارس هاد؟ أتوقع أبو فارس هو عنصر المخابرات الواقف جنبك في حال حدا حكى كلمة هيك ولا هيك. أما إذا قصدك عن الشاعر فهداك أبو فراس، أبو فراس الحمداني. كان معكم نيكولاس الإخباري الصليط الخوري، لنا لقاء آخر. نيويورك باشا، نيويورك باشا، فضل راكب، فضل راكب، يلا بينا برنس برنس نيويورك، نيويورك باشا.